تحرك واحد منذ عشرينات القرن الماضي رياضة كرة القدم حظيت باهتمام كبير من البحرينيين رغم أنها لم تكن منظمة آنذاك إلا أنها تعتبر من الرياضات القديمة جدا التي أصبحت جزءا رئيسيا وهاما من تاريخ الرياضة في مملكة البحرين. ومع مرور الزمن تطورت شيئا فشيئا إلى أن زادت عدد الأندية في مختلف مناطق البحرين وزاد عدد اللاعبين وأصبحت هناك آليات منظمة خاصة بعد تأسيس الاتحاد البحريني لكرة القدم. وتوالت السنوات والسنوات واستطاعت كرة القدم البحرينية أن تحقق العديد من الإنجازات على صعيدي الأندية والمنتخب الوطني بكل فئاته. في هذه الحلقة الخاصة سنتعرف على الكتاب الذي يؤرخ تاريخ البحرين في رياضة كرة القدم الممتد لأكثر من 100 عام، وسنكتشف معا من أين جاءت فكرة هذا المشروع القيم وكواليس العمل مع صناع هذا الكتاب الذي يرصد تاريخ الرياضة الأكثر شعبية حول العالم وتطورها في البحرين. خلنا نقول الفكرة، شلونات الفكرة؟ فكرة المئوية. خلنا نعيد الذاكرة مع بعض ونقول سنة 1978 عندما حقق المنتخب العسكري ذهبية بطولة الشرق، بطولة ارتباط الشرق الأوسط، وكانت ذهبية فيها فرحة كبيرة للجمهور الرياضي في البحرين. ويات بعدها في 86 بطلنا البحريني أحمد حمادة في 400 متر حواجز في سيئول حقق الذهبية، فكانوا ميداليتين ذهبيات أدخلوا الفرحة والسرور من قيادتنا العليا الله يحفظهم إلى الجمهور البحريني اللي كانت فرحته لا توصف بهذه الميداليتين. نختصر الكلام، انتظرنا فوق 20 سنة إلى نيات 2009 إلى 2022. هناك قفزة هائلة، هناك إنجاز عظيم، وسجل عندك الرقم. إذا كنا فرحانين بميداليتين 2009-2022 عندنا 1600 ميدالية ذهبية، رقم عظيم، وراءه رجال، وطبعا على رأسهم سيدي جلالة الملك اللي دفع الشباب وكان الحافز لهم في أنهم يكونون أبطال. وأول بطل طلع على مستوى مو بالبحرين ولا الخليج، على مستوى العالم. 1600 ميدالية ذهبية فيها 21 ميدالية ذهبية لبطل واحد سمو الشيخ ناصر بن حمد، إنجاز عظيم. طيب أنت لما تشوف هذا الذهب في خلال 13 سنة، إحنا كرياضيين عايشنا كرة القدم، إذن هناك تاريخ من ذهب، هناك كتاب من ذهب، تاريخ مئوية الكرة في البحرين. هناك خطوات لازم يتم اتخاذها، وأنا أفكر في هذا الشيء اللي واكب هالذهب اللي تحقق فيه ال13 سنة. ففتحت سمو الشيخ ناصر بن حمد، وكانت
الابتسامة اللي كلها تفاؤل وفرحة، وقال شيء طيب خلنا نبتدي. هذا الدافع الأول. إذن سموه الشيخ ناصر عند علم الموضوع الآن موافقة واطلاع سيدي جلالة الملك على هذه الفكرة. فكان سيدي جلالة الملك سطر واحد، هذه تاريخ البحرين. إذن تاريخ البحرين عند سيدي جلالة الملك هذا شيء لازم يثبت. والبحرين بلد حضارة وبلد تاريخ، وفيه أمور كثيرة الواحد إذا بيخوض فيها بيلقى مواضيع تستاهل أن تصدر فيها مثل هذا التوثيق. الخطوة الثانية أن أنا أتصل بإخواني المخضرمين الكتاب اللي عاصروا فترة من الزمن ومن بعيد عنهم الاثنين وعشرين. في منهم من كان لاعب وكتاب على مستوى في الخمسينات والستينات، وإذا أذكر لك هذا الكتاب أخونا الأستاذ محمد دوري والأستاذ راشد الشريدي والأستاذ ناصر محمد والأستاذ عباس العالي والأستاذ جليل أسد والدكتور يوسف محمد، كنت أتمنى أن يكون معانا أخونا وصاحب التاريخ وصاحب الأفكار اللي الحقيقة يعني عنده اطلاع كامل في هذا المجال مع أخوانه. الله يعطي الصحة ويعطي العافية أخونا ماجد سلطان. فلما اجتمعت مع أخواني وطرحت لهم الفكرة، وأول شيء لازم يعرفونه موافقة سيدي جلالة الملك على أن نحن نمشي في مئوية الكرة في البحرين، كان الفرح و الحقيقة الحماس اللي شاهدته فيهم. فكانت سنة 2020 بداية الكورونا يضرب العالم. إذن أنت مطلوب منك أن أنت تخوض في الأرشيف، أن أنت تروح تبحث، أن أنت تطلع الكلمة الصادقة، تطلع الصورة الحقيقية لتاريخ مملكة البحرين. ففي ذيك الفترة كان الوقت صعب، وصعب جدا أنك تروح تبحث في بابكو، تبحث في تلفزيون البحرين في الأرشيف، تروح حق الأندية العريقة اللي تأسست في هذه الفترة، تروح حق الناس المقرمين ومولعين بكرة القدم ويحتفظون بأرشيف بصور لهذه الفترة. فبدأ العمل، وابتدينا ندخل بكل ما نملك من قوة رقم الجائحة. وكانت جائحة لها قوانينها ولها أمورها اللي أنت ما تقدر تتحرك فيها، إلا أن هذا ما وقفنا واشتغلنا من 2020 إلى 2022 سنتين وإحنا نشتغل لتثبيت تاريخ البحرين. أساس الفكرة كانت هي طبعاً توجيه من سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أثناء اجتماع المجلس الأعلى لشباب الرياضة، بالفكرة اللي طرحها معالي الشيخ الدعي بن سلمان الخليفة نائب الرئيس، بأنه لابد من يتم توثيق فترة 100 عام على كرة القدم البحرينية. مثل هذا التوثيق لمدة 100 عام مطلب، لأن كرة القدم البحرينية كرة يعني تاريخها كبير، وهي كانت يعني المتسيدة في المنطقة. فجانا التكليف من سيدي سمو الشيخ ناصر بتأسيس فريق عمل لتوثيق هذا الكتاب، فنلت شرف رئاسة هذه اللجنة مع يعني
يعني أعضاء مخضرمين وكتاب رياضيين ذوي خبرة وباع طويل في العمل الرياضي وعمل أيضا التوثيق الصحفي الرياضي أيضا. فبدأنا العمل من خلال هذه اللجنة، كانت اجتماعاتنا تتمركز في كيف ممكن يتم تجميع هذه المادة المطلوبة للتوثيق، لأن مثل ما الجميع عارف بأن يعني لا يوجد توثيق منظم عن الرياضة البحرينية، والدليل أن الرياضة البحرينية هي يعني أكثر من 5000 سنة من فترة دلمون وأرادوس، وهناك فلسفة للرياضة فيها، ولكن لشح التوثيق لم نجد يعني كثير من المصادر. فهذه كانت إحدى الأمور اللي كنا نركز فيها في الاجتماعات. أيضا الوثائق كيف ممكن إحنا نحصل عليها، والشيء الآخر كان كيف ممكن نحصل الأشخاص اللي عاصروا 100 عام من العشرينات إلى 2020. هذه 100 عام تحتاج إلى جهد كبير. ففريق العمل المتمكن لله الحمد استطعنا أن نعمل حقب، وكل حقبة يرأسها أحد الأساتذة الكرام أعضاء اللجنة ويبتدي يبحث فيها. أنا أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة على طبعا هذه المبادرة الوطنية التاريخية اللي من خلالها يعني وثقنا ل 100 عام من تاريخ كرة القدم البحرينية. طبعا هذه الفكرة انبثقت في أحد اجتماعات المجلس الأعلى للشباب والرياضة من الأخ الشيخ دعيج بن سلمان بن أحمد الخليفة، ومن خلال هذه الفكرة طبعا تم تشكيل لجنة. احنا تشرفنا أن نكون في من هذه اللجنة برئاسة الأخ الدكتور عبد الرحمن صالح عسكر، وبدأنا العمل يمكن على مدار حوالي سنتين وشوي إلى أن قدرنا أن نخرج بهذا الإصدار، اللي أكيد فيه هناك بعض النواقص يمكن تكون، لأن التاريخ خاصة في مواضيع التوثيق من الصعب أن يكون متكامل 100%، بس إحنا حاولنا قدر المستطاع أن نوصل إلى يعني أكثر الأرقام حقيقية من خلال مصادر اعتمدنا عليها، إصدارات قديمة، بعض الشخصيات، بعض الوثائق الموجودة يعني هنا هناك عن تاريخ كرة القدم البحرينية. هذا الكتاب أساسا يعني مش بس توثيق لكرة القدم البحرينية، بل هو تأكيد على ريادة البحرين لكرة القدم في منطقة الخليج العربي، أن البحرين هي السباقة في هذا المجال، وهذا طبعا شيء احنا نعتز فيه ويبقى لنا على يعني طبعا كتاريخ للبحرين. وسعدنا جدا طبعا باستقبالنا كأعضاء في لجنة التحرير من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اللي طبعا أشاد بمحتويات الكتاب ويعني وجه إلى أن هذا الكتاب يجب أن يلقى صدى يعني كبير في المجتمع البحريني. البدايات البحرين تاريخ وتاريخ حريق وبلد الثقافة. انتهت الحرب العالمية الأولى في 1918، وبدأ نور التعليم في البحرين في 1919. إذن 1919 و20 و21 و22 شباب في عمر الورد دخلوا إلى مدرسة الهداية الخليفية. من كان في ذيك الفترة في مدرسة الهداية الخليفية من الدول الشقيقة مدرسين من سوريا، من مصر، من لبنان. هذه الدول كانت كرة القدم اشتغلت ودارت عندهم، ف أدخلت
التربية الرياضية في مناهج التعليم ومنها كرة القدم. فبدأ الفكر عند هالشباب يكون فكرة عن كرة القدم اللي اسمعوها من هاي المدرسين اللي ذكرت لك من الدول الشقيقة. الجانب الآخر، كانت هناك في هذه الفترة الحامية البريطانية في المحرك موجودة، وكان واجبها عمل المسح وإعداد الخرائط لمنطقة الشرق الأقصى. فكانت هذه الحامية يطلعون في أثناء فراغهم إلى الساحات الخارجية ويلعبون كرة قدم. كرة القدم هي معروفة في البحرين عند معظم الشعب والشباب، ولكن هؤلاء كانت كرة القدم في بريطانيا صار لها فترة أقدم اتحاد كرة قدم في العالم، أسس في بريطانيا سنة 1863. إذن هم عارفين الملعب أطواله وعرضه، وعارفين مثل ما يقول قانون كرة القدم، فكانوا يطلعون ويلعبون. تلقائيا الشباب اللي في المحرك اللي كانوا دارسين في الهداية وغيرهم من آبائهم والشباب يطلعون إلى الساحات الخارجية يطلعون شو اللي قاعد يصير. ملعب في خطوط، في جول، في 11 هني و11 هني، ما كان دي معروف، هاي كلها عجب عندهم. وكان الملعب يخطط ببودرة الجير اللي احنا نسميها بالعامية النورة. فكانت هذه الحامية تلعب مباريات بين بعضها بعض والناس على الخط والطالع، ويعرفون ان هذا الخط ممنوع التجاوزه، في فكر، في ثقافة. فكانوا يطلعونهم ويلعبون إلين مرت شهور، 5 6 شهور، ولا الشباب اللي هم وين طالعين؟ طالعين من الفرجان. شنو الفرجان؟ الفرجان هي مجموعة من الشباب تعتز بفريجها، تعتز بقوته، تعتز ان هي الأقوى، هي الأفضل. فابتدوا يطلعون ويخططون نفس الملاعب، ملعب ملعبين بنفس اللي شافوه في 22، ولعبوا كرة قدم. لعبوها، بتقول لي الكرة وين؟ من الحامية اللي كانت تلعب كرة قدم، ومن الفرق الهندية والبوارج اللي كانت تزور البحرين في ذاك الوقت بحكم موقع البحرين. فكانوا يلعبون، وكان اللي يعلى كعبه والنجم الساطع هو اللي يشوت الكرة ويوديها أعلى شيء في السماء. فكان هذه هو اللاعب المميز. فكان الكل يركض وراء الكرة، غير التقيد بالمراكز، ما في دفاع، ما في وسط، ما في هجوم، كان الكل يركض وراء الكرة. إذن بعيد وبقول البدايات، وكل شيء له بداية. فكر في أي حاجة في العالم، البدايات. وفي البحرين في أمور كثيرة لها بدايات. أنا بتكلم عن بداية كرة القدم وشلون الشباب بسرعة انخرط وحب كرة القدم، وابتدوا يلعبون الفرجان مباريات بعضهم بعض بدون حكم، حكم ما في، وتنفل المباراة بحكم الفريقين مبراضيين عن الموقف اللي صار. وشوي شوي ابتدت ثقافة الكرة تبين، ويشوفون الفرق الأجنبية اللي هي الحامية البريطانية مع الفرق الهندية مع الجاليات اللي كانت تزور البحرين ويطلعون. إذن هناك روح رياضية داخل الملعب، هناك التزام، هناك حكم. هذه الثقافة
اللي صارت عندهم في الـ 22 وابتدوا يلعبون. باختصر لك الكلام، إلى الـ 28 إلين الوالد الله يرحمه الشيخ علي بن محمد بن عيسى وأسس الخليفية. طيب لما يقول لك واحد أنت ابتديت بالخليفية، أقول له أوقف شوف فريق الخليفية، رئيس ومجلس إدارة ولاعبين لابسين منظمين وقفتهم، هل هذا الكلام هذا الفريق بطقة صبع؟ هذا الفريق هو امتداد للست سنين اللي مرت. الست سنين اللي مرت كان فيها لاعبين أبرزوا لاعبين، ولكن الفرجان هذه حتى هناك أن سموا فرقهم بأسماء فتيان شبيبة أهلي، وهذه لما ابتدوا يفخمون من فرقهم فلعبوا مع الحامي البريطاني، لعبوا مع الفرق اللي كانت تزور البحرين، تجمعوا هذين اللاعبين الموهوبين، وكانت دائما المواهب فردية في الخليفية 28، وبدأ فريق الخليفية يلعب مع هذه الفرق، فريق مجلس إدارة منظم لاعبين مب بعيد عن مستوى اللي يلعبون معاهم، كانت النتائج متقاربة جدا معاهم إلين يات سنة 31. أول منتخب بحريني سنة 1931 تشارلز بلغريف كون هذا المنتخب، وراحوا إلى البصرة ولعبوا انهزموا 3-1 من الفريق البصرة و2-1 من القوة الجوية. أرجعوا ابتدوا على خطهم في لعب المباريات الودية. في نهاية الثلاثينات كانت هناك بوادر توتر في العالم والحرب العالمية الثانية اللي استمرت 6 سنين. في هذه الفترة اللي توقف النشاط اطلعت فرق من الخليفية، شكلت لها فرق تلعب ما بينها، هي بالأسامي اللي أنا ذكرتها الفتيان والشبيب والأهلي يلعبون في هذه الفترة. بدأت الحرب، توقف النشاط 6 سنين، سنة 1943 مع نهاية الحرب سنة 44، وهني النقطة فاصلة وحاسمة في تثبيت فريق المحرق اللي هو امتداد للخليفية. جمعهم الوالد الشيخ علي بن محمد بن عيسى مع الشيخ خليفة بن محمد بن عيسى في مجلس، جمع من؟ جمع الفرق هذه اللي سمت روحها بهذه التسميات، وكان بأسلوبه وهو قليل الكلام هادئ وصف النفوس، وكلها كلمتين. إذا كانت هذه التسميات اللي أنتم قاعدين تختارونها فلعبوا باسم مدينتكم، لعبوا باسم المحرق. خيم الصمت والسكوت على الجميع وهي علامة الرضا أن الكل فريق المحرق هم لاعبين نفسهم اللي لعبوا في الخليفية في 28، الآن جمعهم تحت اسم مدينة وهي مدينة البحر. في 44 في هذه الفترة كان النفط طلع في البحرين سنة 1932، كانت هناك شركة بابكو، وكان الحامية البريطانية سلاح الجو الملك البريطاني هاي فريق، ومن المحرق المحرق والهلال والفردوسي والاتحاد والوطنية والقلستان والفرق الهندية في المنامة.
فابتدوا يلعبون مع بعض إلى أن تشكل خلنا نقول دوري المعارف سنة كم؟ سنة 1950. في هذه الفرق اللي أنا ذكرتها لك، ففاز بابكو في 51-52، وفاز المحرك في 53-54 بالبطولة. هذه خد موسمين وهذه خد موسمين، وبعد ذلك في 56 كان العدوان الثلاثي على مصر الشقيقة. هنا توقف النشاط الرياضي واعتزل الكثير من اللاعبين اللي كانوا باديين في دوري المعارف، ما منهم من سافر ومنهم من اعتزل. ومع نهاية العدوان الثلاثي على بلدنا مصر الشقيقة رجع الاتحاد البحريني لكرة القدم سنة 1957، هو تأسيس الاتحاد. هذاك دوري المعارف، وهذه تأسيس الاتحاد البحريني لكرة القدم في 57. بالبدايات كرة القدم تعرف يعني ما فكانت لعبة جماعية، لا، يقول لك اللي يلعبها كرة عالية هو المتميز، يلعب الكرة يعني تعانق السماء، هذه هي الكرة الصحيحة. إلى أن بدأوا الناس يعرفون الأساسيات والمهارات وكذا، فكان في يعني الإنجليز أيامها هم اللي كانوا متميزين في كرة القدم، لذلك البحرينيين احنا يعني شبابنا في البحرين تعلموا الأصول الكرة منهم، فصار نوع من الاحتكاك والاستفادة من تجاربهم. يعني فريق الخليفية لما بدأوا مجموعة من الشباب يعني يمارسون اللعبة، يعرفون كيف يسددون، كيف يعني يمررون، كونوا فريق اسمه فريق الخليفية، وكان الشيخ المرحوم الشيخ علي بن محمد آل خليفة هو اللي تولى يعني الشباب اللي ممكن يعني يمثلون هذا الفريق. من ضمن هؤلاء اللاعبين المرحوم الشيخ خليفة بن محمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ علي بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وعبد العزيز الشملان، والعمران، مجموعة من اللاعبين اللي فعلا كونوا فريق الخليفية. في ذيك الفترة أيضا في هناك أيضا في المنامة كونوا فريق الوطنية، ومن ضمنهم كان يلعب محمود العلوي. كان التناقل بين المنام والمحرك ببسطة اللنجات يعني والقوارب، فيعني كان متعة من أهالي المحرك لما ينتقلون إلى المنامة ببسطة اللنج والبوانيش ويلعبون المباراة، وعلى طول كانوا دائما يعني متحفزين للمنافسة الشديدة، يضعون كاس، يضعون يعني مثلا أشياء يلعبون عليها كجائزة للفائز. في سنة 1937 تشارلز بالغريف طلب تكوين منتخب من البحرين يلعبون، يسافرون يمثلون البحرين أمام فرق في البصرة، طيران يعني من هناك، فراحوا سافروا هناك ولعبوا مباراة، وكانت مباراة يعني يبدو لنا البحرين فازوا في مباراة وهزموا في مباراة. إذا نتكلم عن عقد الأربعينيات من القرن الماضي بنلاحظ أن هذا العقد هناك نشاط من خلال تكوين عدة فرق رياضية في مجال لعبة كرة القدم بالبحرين.
فأنا أقدر أسميها دي فترة النشطة لممارسة كرة القدم مقارنة بالعقد اللي يسبق هذا العقد، ولكن أيضا هذا العقد يعتبر أيضا مقدمة للعقد القادم اللي هو عقد الخمسينيات. فنلاحظ بأن هناك فرق في المحرك وفرق في المنامة وأيضا في بعض المناطق الأخرى في البحرين أنشأت لها فرق في كرة القدم. فعلى سبيل المثال نادي المحرق تم إعادة إشهاره وهو امتداد لفريق الخليفية اللي أسس في 28 من خلال دمج بعض الأندية أو الفرق في المحرق تحت اسم المدينة أو المحرق نفسه كجزيرة. أيضا هناك في فريق النهضة، فريق نهضة الحد، فريق لبسيتين، وأيضا في المنامة هناك في فرق مثل جولدستان، مثل الفردوسي، مثل الاتحاد، والأهلي طبعا سبق هذا النادي الأندية هذه، وفي نفس الوقت نادي البحرين أيضا سبقهم. إذا نتكلم عن عقد الخمسينيات من القرن الماضي هو فعلا عقد التأسيس الصحيح لتنظيم كرة القدم في مملكة البحرين. فسنة 1952 تم إشهار أول اتحاد لكرة القدم، وذاك الوقت أيضا أعضاء الجمعية العمومية ليست فقط من الفرق الوطنية، أيضا بابكو وفرق أخرى أيضا من ضمن التأسيس. وفي 1954 تم إعادة إشهار الاتحاد، وأيضا توقف النشاط في سنة 56 بسبب العدوان الثلاثي على مصر، ومن ثم في 1957 تم إعادة إشهار الاتحاد من خلال فقط اعتماد أعضاء الجمعية العمومية من الفرق الوطنية فقط. وبالتالي نقدر نقول من سنة 1957 فعلا انتظمت لعبة كرة القدم إداريا تحت مظلة اتحاد رسمي منتخب من قبل الجمعية العمومية حتى يومنا هذا. أيضا نلاحظ في عقد الخمسينيات بدأت زيارات متبادلة وإقامة منازلات بين فرق من البحرين ومن الكويت ومن المملكة العربية السعودية وحتى بعضها في قطر. أيضا نلاحظ في هذا العقد هو صدور قانون الجمعيات والنوادي في البحرين في 59، وبالتالي فعلا تم تنظيم الهيكل الرياضي المحلي من خلال إشراف الحكومة استنادا على هذا القانون اللي صدر، وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك هي اللي تولت الإشراف على إصدار التراخيص ومتابعة أعمال الأندية ومن ثم بعدها الاتحادات الرياضية الأخرى. هناك أيضا رجال فعلا لهم بصمة ولهم أثر وتاريخهم، فريق العمل حرص أنه يوثق تاريخ هذه الشخصيات الرياضية في الكتاب حتى يكون اللي ما كان في ذاك الوقت على علم بدور هؤلاء الرجال يكون على الأقل الكتاب حفظ حقوقهم في هذا الجانب. بداية 60 إلى نهاية 70s، وهي مرحلة جدا مهمة لأن في اعتقادي هي المرحلة التي تأسست فيها الرياضة البحرينية وليست كرة القدم فحسب. ففي عام 1975 على سبيل المثال انشئ المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة صاحب السمو ولي العهد آنذاك الوقت الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أسس وعمل على نهضة رياضية في البحرين. حسنا ما يتعلق باللجنة الأولمبية ونظامها تمسيا مع متطلبات المحافل الدولية الرياضية، ولله الحمد وجدت كل اهتمام من جانب الجميع للوصول إلى ما اتفق عليه
من قرارات تعود بالنفع العام للرياضيين في دولتنا، وأن تحملنا لهذه المسؤولية ما هو إلا شرف عظيم. حدثت طفرة غير عادية لكرة القدم البحرينية في تلك في مرحلة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة. البحرين شاركت في عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسافر وفد إلى المكسيك برئاسة الشيخ محمد بن خليفة وعضوية الأستاذ سيف جفر المسلم وعضوية الأستاذ جاسم أمين، وقدم عضويته للاتحاد الدولي لكرة القدم. بعدها بعام واحد شاركنا في عضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفي أثناء وجود الشيخ محمد بن خليفة قدم دعوة لستانلي رواس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لزيارة البحرين، والفعل جاء البحرين لزار البحرين. وأثناء زيارة البحرين عرضت عليه فكرة إقامة دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم، وبالفعل تم اجتماع في بلدية المنامة، حضر مندوبي من دول قطر والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، وأسسوا للنظام الأساسي لإقامة أول دورة كأس الخليج التي انطلقت في البحرين 1970. فهذه الفترة من الأشياء الخفيفة مثلاً صار هناك تعليق رياضي حي على المباريات بصوت أول معلق هشام عرفة، وبعدين بدأت مشاركة البحرين في الاتحاد الآسيوي على أول تصفيات كأس آسيا في الكويت، وبعدين دورة الألعاب الآسيوية في طهران. ولكن الأبرز والأهم هو فوز البحرين ببطولة مركز الشرق الأوسط التي قمت في الدوحة، فهذه أبرز وأهم الإنجازات تكلمت فيها على عجالة. ولكن أحب أشير أننا كفريق عمل اجتهدنا من أجل توثيق هذه الرياضة البحرينية، وأنا كنت صراحة وعندما كنت أكتب في الصحافة كنت أطالب بالتوثيق، لأننا في البحرين ولله الحمد تملك إرث وتاريخ كبير يجب أن نحافظ عليه، والحمد لله صدر في هذا الكلام. فالشكر لك، كل الشكر لكل من قائم لمن عمل على هذا الكتاب. فترة الثمانينات والتسعينات شهدت نقل نوعية مختلفة تماما في وضع الرياضة البحرينية ككل، ومنها أن في عام 79 تشكلت أول لجنة أولمبية برئاسة المرحوم معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، فصار في تغيير كبير. أن الاتحادات الرياضية أيضا شهدت انتخابات جديدة مع مطلع عام 1980، وكرة القدم بالذات استمرت بعض الوجوه من أصحاب الخبرة، والحقيقة تبوأوا العديد من المناصب على المستوى الأسيوي والعربي، وهذا شيء يذكر لكرة القدم البحرينية كما تذكر النتائج. أيضا في 82 بدأت محطة جديدة من محطات كرة القدم، وهي اللجنة التنظيمية لكرة القدم التي شكلت في عام 1981. في 82 نظمت أول بطولة من بطولات مجلس التعاون، وكان من نصيب فريق الرفاع الغربي آنذاك اللي هو الرفاع حاليا المشاركة في هذه البطولة وتحقيق المركز الثاني في المجموعات اللي صارت. بعدين صارت نظام الذهاب والإياب، كانت ذاك الوقت قبل ما تكون بنظام التجمع. احتل المحرك كان أول من حقق إنجاز على مستوى الأندية بالحصول على المركز الثاني بفارق الأهداف عن النادي العربي الكويتي، وعاد الرفاع واحتل المركز الثاني عام 95 وعام 98، فهذه من النتائج اللي تذكر على مستوى الأندية. بالنسبة للمنتخبات الوطنية والمنتخب الوطني، احنا شاركنا في 4 دورات في تصفيات كأس العالم، نجحنا
أنا ذاك في تسجيل نتائج جيدة، إلا أن التوفيق لم يحالفنا في تخطي الدور الأول في عام 82 وعام 86. اشتدنا الدور الأول متصدرين للمجموعة، لكن لعبنا مباراتين ذهاب وإياب مع سوريا وخسرناهم فخرجنا من التصفيات. المحرق أيضا كعادته دائما في تشريفنا في المحافل الخارجية حقق المركز الثاني في بطولة الأندية العربية اللي أقيمت في تونس، وجي في المركز الثاني بعد الترجي التونسي، وهذه النتائج تحسب أيضا لفريق المحرق. من أبرز الإنجازات اللي تحققت في تلك الفترة والحقبة اللي أنا كنت مسؤول عنها بناء استاد البحرين الوطني. استاد البحرين الوطني بدأ العمل فيه في 11 ديسمبر 1980 وكان جاهز في 82. احنا لعبنا عليه مباريات، يعني مثلا كان نهائي كاس صاحب السمو امير بلاد، وكان في لقاء في تصفيات لوس انجلوس بينه وبين منتخب الامارات، الا ان الافتتاح الرسمي لاستاد البحرين الوطني كان عام 1986 في دورة الخليج الثامنة، وكان افتتاح على مستوى متميز ويليق بكأس الخليج اللي كانوا دائما أوبريتات والأشياء اللي صارت هني حق تنظيم هذه الدورة. من الأشياء اللي تحسب أيضاً لكرة القدم حكامنا. حكامنا كان لهم دور كبير في إدارة العديد من البطولات، يعني البطولات اللي بتكلم عنها بشكل خاص كأس العالم، حيث حصل الأستاذ جاسم مندي على حق المشاركة في دورة كأس العالم للشباب 85 في روسيا، وعام 1990 أيضا عاد جاسم مندي للمشاركة في كأس العالم في إيطاليا. الحكم الدولي المرحوم أحمد جاسم شارك في نهائيات كأس العالم للناشئين في كندا 87، وكأس العالم للشباب في السعودية 89، والدورة الأسيوية في كوريا الجنوبية 86. هذه صراحة اللي يعني من الأشياء اللي تحسب لمرحلتي اللي شفناها. لكن كرة القدم طبعا فيما بعد حققت الحمد لله نتائج طيبة، واستطاعت أن تحقق الحلم اللي كان يراودنا كلنا، الفوز بكأس الخليج. فكل هالأمور إن شاء الله أكون أنا وإخواني اللي بذلوا جهد كبير في إعداد هذا الكتاب أن ينقلون صورة للأجيال القادمة تؤكد على عراقة كرة القدم البحرينية. الحقبة اللي أنا يعني خصصت لي اللي هي الحقبة الخامسة كانت حقبة الإنجازات اللي هي من 2000 إلى 2022. هذه الحقبة طبعاً كان فيه الكثير من الإنجازات، ولذلك احنا أطلقنا عليها حقبة الإنجازات، لأن بعد حوالي يعني 80 سنة تقريباً من العمل والاجتهاد وكل اتحادية حط يعني جهوده، طبعاً ما ننسى دور المؤسسين، بدأنا نحصد هذه الثمار في إنجازات تحققت على أرض الواقع لكرة القدم البحرينية. الميدالية الذهبية للألعاب الخليجية في بحرين 2011 كانت أول ميدالية ذهبية لكرة القدم البحرينية في على أرض البحرين. في نفس العام اللي هو 2011 حققنا أيضا ذهبية دورة الألعاب العربية، وهذه أول مرة أيضا بنحقق فيها الذهبية العربية، كانت في الدوحة 2011. وبعدها طبعا في 2013
على مستوى المنتخبات الأولمبية حققنا أيضا الميدالية الذهبية في البحرين، هنا في البطولة اللي أقيمت في البحرين بدأت طموحاتنا أكبر، واستطعنا الحمد لله في 2019 نحقق بطولة كأس غرب آسيا، ومباشرة بعدها في نفس العام كأس الخليج اللي كان حلم راود البحرين على مدار 50 عام تقريبا. خلنا أتكلم بصورة سريعة عن المباراة النهائية مع المنتخب السعودي الشقيق في دورة الخليج اللي أقيمت في قطر، وسجلت البحرين هدف، سجله الله يعطيه الصحة ويمسيه بالخير أخونا محمد الرميحي. انتهت المباراة وأضاف الحكم 9 دقائق. 9 دقائق كانت أصعب 9 دقائق مرت علي في تاريخي أنا والكثير من أمثالي، صعبة، وكانت الدقيقة تمر كأنها 10 دقائق، وكان فريق السعودي فريق رهيب، فريق قوي، فريق واصل لبطولات العالم وماخذ آسيا، فأنت في كل لحظة توقع أن أمنية كل بحريني كأس الخليج، أنه من انطلق من البحرين من قبل 50 سنة أنه يكون التاريخ ينصف البحرين ويكون لها اسم وتكون من ضمن الفرق اللي حازت على بطولة الخليج. في ذاك اليوم والتسع دقائق اللي أضافها حكم المباراة أنا كنت، وكان لي شرف أن كنت في مجلس سيدي جلالة الملك أشاهد المباراة، صفر الحكم نهاية المباراة، أنا ما كان فيني عرض ينبض، ما كان فيني الدم يمشي، ولكن قبلت يد سيدي جلالة الملك أبارك له في هذا الإنجاز في عهده الزاهر. إنجازات تحسب للمنتخبات الوطنية لكرة القدم، تحسب للمجلس الأعلى واللجنة الأولمبية والاتحاد البحريني لكرة القدم. على مستوى الأندية طبعا العديد من المشاركات، يمكن أبرزها مشاركات المحرق والرفاع، بس المحرق هو الفريق اللي استطاع يعني يصعد منصات التتويج ممثلا للكرة البحرينية في أكثر من مناسبة. يعني أبرز إنجازات المحرق كانت في 2008 فوزه بكأس الاتحاد الأسيوي التي أقيمت في بيروت، وطبعا على مستوى الخليج أيضا هو جاب لنا أول بطولة أندية على مستوى الخليج في عام 2012، والحمد لله البطولتين أو وأيضا في 2021 فاز ببطولة كأس الاتحاد الأسيوي للمرة الثانية، والبطولات الثلاثة اللي حققها المحرق كلها بقيادات وطنية. سلمان شريدة مدربنا الوطني حقق البطولة في بيروت، والمدرب عيسى السعدون بطولة الخليج 2012 وبطولة آسيا 2021. البحرين استفادت كثير من يعني مشروع الهدف اللي هو تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، واستطاع هذا المشروع أن يطور الكثير من البنية التحتية للاتحاد البحريني لكرة القدم. اليوم أصبح عندنا أكثر من مبنى، عندنا أكثر من ملعب يعني للتدريبات المنتخبات الوطنية، وهذه كلها يعني كنقاط إيجابية في هذه المرحلة. على المستوى الإداري أيضا حققنا الكثير من الإنجازات، وخصوصا ما يتعلق بالتمثيل الخارجي، ويمكن أكبر دليل وجود معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على رأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، واستطاع من خلال هذه الرأسة أن يحقق طفرات من الإنجازات لهذا الاتحاد القاري، بجانب طبعا أنه هو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وهذا يعد من أكبر المكاسب للرياضة البحرينية عامة ولكرة القدم بشكل خاص. أيضا البحرين استطاعت أن تحتضن الكونغرس الدولي اللي هو الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في هذه الحقبة، وهذا أيضا دليل لمكانة البحرين على المستوى الدولي، ولثقة هذا الاتحاد الدولي بقدرة البحرين على التنظيم والاستضافة.
على مستوى اللاعبين ايضا هذه الحقبه الالفيه الثالثه شهدت يعني لاول مره لاعبين بحرينيين يحترفون على مستوى احتراف حديث. طبعا كان في مستوى احتراف قديم في يمكن في الخمسينات او الاربعينات، بس هذا الاحتراف جاء بعد انجازات البحرين في 2004 لما حققنا المركز الرابع على مستوى اسيا. اغلب لاعبين هذاك المنتخب انتقلوا الى الاحتراف في دورات في الدوريات الخليجيه في قطر، في السعوديه، في الكويت، في الامارات، وهذا طبعا كان مكسب يعني لنا. ايضا على المستوى التحكيمي هذه الحقبه شهدت يعني شيء مشرف للتحكيم البحريني عندما كلف طاقم بحريني بالمشاركه في نهائيات كاس العالم في البرازيل 2014 ومونديال روسيا 2018 ممثلا في الحكم الدولي نواف شكرالله والمساعدين الدوليين ياسر تلفت وابراهيم سبت اللي شاركوا في هذه المونديالين الكبيرين. هذه الحقبه شهدت تاسيس الرياضه او كره القدم النسائيه في 2013. الاتحاد البحريني نظم اول دوري لكره القدم النسائيه وانبثق من هذا الدوري منتخب استطاع ان يفوز بالبطوله العربيه اللي صارت في أبو ظبي، وأيضا استطاع منتخبنا للفتيات أن يحقق يعني نتائج إيجابية في الدورات اللاحقة، مع أن الدوري النسائي مو مستمر بس موجودة يعني بذرة أو موجود منتخب يمثل هذه الفئة وحقق فيها يعني إنجازات طيبة. طبعا انا تشرفت اني اكون يعني عضو في هذه اللجنه وايضا كتابه هذا الكتاب التاريخي الذي يبرز مكانه كره القدم في البحرين واهتمام القياده منذ العشرينات حتى اليوم. هذه المئة سنه لن تكون مئة سنه مرت بهذا الشكل، وانما مرت بكثير من التحديات وكثير من ايضا مواطن الفخر والاعتزاز فيها. نلاحظ من خلال الوثائق، لان التاريخ دائما يحفظ من خلال شيئين، من خلال الوثيقه ومن خلال الرواه اللي يذكرونه. فلاحظنا من خلال الوثائق اللي موجوده بان بالفعل هناك في تنظيم مؤسسي لموضوع كره القدم او الرياضه بشكل عام والكره القدم بشكل خاص. ولاحظنا من خلال ايضا الوثائق ان موجود عندنا وثائق لتأسيس الأندية في كرة القدم في البحرين منذ الثلاثينات اللي كانت موجودة وحتى يومنا هذا كتنظيم مؤسسي موجود بهذا الشكل. طبعا ملاحظ من خلال تأسيس الفرق اللي احنا رصدناها في ذلك الوقت أو في ذي الفترة كان أكثر من 59 نادي بوثيقتها وبصورها وكيفية تأسيسها وتاريخ تأسيسها ومن هم المؤسسين وبداية التأسيس وكيف كانت، حتى أيضا لبعض المعلومات اللي كانت أيضا المقرات كانت وين كانت موجودة، سواء كانت الأندية اللي كانت في مدينة المحرق أو في مدينة المنامة بشكل خاص يعني. طبعا في الإضافة إلى الفصل السادس واللي هو يضم الصور التاريخية، وبدينا بمجموعة من الصور التاريخية اللي تسجل لتاريخ كرة القدم في البحرين والنشاط اللي موجود، سواء كان النشاط المدرسي أو النشاط الرياضي أو الشخصيات اللي عملت وقدمت وساهمت في إبراز كرة القدم في البحرين، الفرق الرياضية، الأندية، المقرات، أيضا حتى من الشخصيات اللي قامت بتجهيز الأندية والفرق. طبعا مجموعة الصور هذه كانت متنوعة بالفعل، مثل ما تفضلت أن صعوبة أنك تحصل على وثيقة في العشرينات أو صور في العشرينات، ولكن لله الحمد بفضل مجهود الجميع قدرنا أن احنا نجد هذه الصور اللي كانت موجودة، والفضل لبعض الشخصيات اللي كانت محتفظة بهذه الصور اللي كانت موجودة، طبعا بالإضافة إلى المراسيم والقرارات والتشريعات الرياضية. يعني اليوم عندنا من أول تشريع كان موجود في الثلاثينات ونازل في هالموضوع، وهذه البحث اللي كان خذ جهد كبير في عملية البحث عن الوثيقة والصورة، ولكن كنا حريصين جدا في هذا الكتاب أن يتلازم مع كل معلومة يكون هناك مصدر لها، كل معلومة يكون هناك في وثيقة تعزز الكلام اللي نقول ونؤكد للناس بأن هذا الكلام يعني موثق بالصورة وموثق بالوثيقة.